لقد أثبتت المرأة الإماراتية نفسها في المجالات كافة، فرغة العيش ودخولها سوق العمل ومشاغل الحياة المدنية لم ينسها دورها الأصيل إزاء أسرتها، فهي الأم التي تزف أبنائها إلى ساحات المجد والعزة، وهي الزوجة التي تهلل لزوجها، وهي اليد العاملة التي لا تفخر بنسبها وحسبها. فهنيئا لك أيتها الإماراتية بشموخك وعزك، وهنيئا لوطنك الإمارات بك أينما كنت. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.